صحة ما تناقلته بعض القنوات والمواقع الإلكترونية عن تدهور حالته الصحية وإهمال إدارة السجن لوضعه الصحي وغيرها من الشائعات الكاذبة والمغلوطة التي لطالما اعتمدتها تلك القنوات والمواقع بهدف تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق. قناة اليمن زارت الشاب وسيم وأجرت مجموعة من اللقاءات مع عدد من القائمين على إدارة السجن المركزي بصنعاء. أول ما حدث هذا حصل أن يعني المحابس كانوا يراجموا بحجار وهذا. فلما يقول لهم المدير الله يحفظه كان يقول لهم دخلوا دخلوهم دخلوا ما رضيش يدخلوا. فرجع احنا كنا واقفين جنب الجامع وناس كانوا واقفين هناك بيراجموا هذا. فأنا دخلت كذا من جنب الجامع في وقعت لي طلقة. وتم إسعافك فيها. إيه. طيب أنت موجود في السجن ليش يعني؟ تهمة قتل. تهمة قتل. كم لك في السجن؟ لي سنة وشهرين. سنة وشهرين. طيب يا وسيم يعني إدارة السجن تكفلت بكل علاجك ولا قصروا معك ولا شيء؟ لا تكفلوا بكامل علاجي. أكيد. أكيد. طيب الآن لما خرجت أنت المستشفى يعني تخرج المستشفى تدخل؟ إيه. عاد أنا رحت المستشفى والأمس. ما فيش أي قيود عليك ما فيش لا. أي ما حصل للأخ وسيم المغربي هي طلقة نارية. يعني أتت دخولها من نفس حق الفتحة حق الكلاب إلى ويعني بجانب الفقرة.